تؤدي الإدارة العامة للإصلاح وتأهيل دورها بمهنية عالية ملتزمة بإنفاذ القانون وتطبيق برامج إصلاحية متميزة. وفي هذا الإطار يتم العمل على حماية صحة وسلامة النزلاء من خلال رعاية طبية متكاملة وتطبيق إجراءات احترازية محكمة بإشراف من فريق البحرين الطبي. تؤدي الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل مهامها بمعايير احترافية، كونها جهة إنفاذ للقانون وفي الوقت ذاته تقديم برامج إصلاحية متميزة تسهم في إصلاح النزلاء وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وضمن هذه المنظومة من الأداء يتم العمل على حماية صحة وسلامة النزلاء من خلال منظومة متكاملة من الرعاية الصحية على مدار الساعة وتطبيق إجراءات احترازية محكمة بإشراف من فريق البحرين الطبي وكوادر طبية متخصصة من وزارة الصحة. هناك تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل، وهذا التعاون يأتي بشكل متسق مع توجيهات الفريق الوطني الطبي لمواجهة جائحة الكورونا من أجل تعزيز صحة وسلامة الجميع من نزلاء وعاملين في الإصلاح والتأهيل. وبتوجيهات من قبل الفريق الوطني الطبي قامت إدارة الصحة العامة وبالتعاون مع المعنيين بوضع خطة تنفيذية تشمل الكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس بين النزلاء والعاملين. وفيما يخص الحالات المكتشفة بين عدد من نزلاء الإصلاح والتأهيل بأحد المباني، نطمن الجميع بأن عدد الإصابات قليل والوضع الحمد لله آمن، وتم تطبيق البروتوكول الطبي المقرر من فريق البحرين الطبي بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا. ومن خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الإدارة فقد تم الانتهاء من تطعيم النزلاء بنسبة 100% ممن أبدوا رغبتهم في أخذ التطعيم وبادروا بالتسجيل. طبعا في ظل اهتمام الحكومة الرشيدة للتصدي لجائحة كورونا وبتوجيه من معالي وزير الداخلية حرصا منه على صحة وسلامة النزلاء ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية، تم إعداد بروتوكول للتعامل مع فيروس كورونا تقديم الرعاية الصحية والعلاج لجميع الحالات المصاحبة لأعراض أو الحالات الخفيفة. أما المرضى المصابين بفيروس كورونا والذين يعانون من الأمراض المزمنة فيجب تقديم العلاج اللازم لهم، هاي بالإضافة إلى يجب مراقبة العلامات الحيوية بشكل يومي ومستمر، كما يمكن تكرار المسحة حتى يصبح المريض سلبي أو يتم إعلانه أنه إيجابي مستمر. أما المصاب بفيروس كورونا واللي تظهر عليه أعراض شديدة كارتفاع في درجة الحرارة أو انخفاض في نسبة الأكسجين أقل من 95% أو تكون حالته غير مستقرة فيتم نقله إلى مراكز العلاج فيروس كورونا. وتنعكس هذه الرعاية الصحية الملموسة على أحوال النزلاء وظروفهم الصحية، وهو أمر يشهد به النزلاء أنفسهم بما يدحض أي ادعاءات وحملات مسيسة تعمل وفق أجندات خاصة. مع اكتشاف الحالات المصابين يا جماعة تم عزل بعض المصابين إلى مبنى ثاني والمخالطين بعد تم عزلهم، والحمد لله أنا كنت واحد من المخالطين والحمد لله كل شيء بخير ورجعنا مثل ما كنا، والأمنيات إن شاء الله الحمد لله بخير، أمورنا الحمد لله كل شيء الحمد لله. اللقاحات وفروا لنا ما قصروا الإدارة، أزم اللقاح وفروا لنا والرعاية الصحية كلش ممتازة هني وكل شيء أوكي هني يعني، والشعارات تطلع برا كلش ما لها داعي، الحمد لله وضعنا كل شيء أوكي هني وتعقيم بشكل مستمر، والمخالطين تم عزلهم، المصابين تم عزلهم وكل شيء اوكي، اكو يجي لنا الطبيب او فلان لازم اللقاح يعني عدد كبير يخلي اللقاحات هذه، انا ما ادعي الاشعاعات اللي تطلع كلها برا. السجن هو في فعلا كورونا بس دارين محزولين في مبنى ثاني مبنى خاص، احنا اصلا ما شفناهم ولا بنشوفهم. يعني هني في اجراءات احترازيه مشدده جدا 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 فوق ما اي احد يتصور. يعد الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين نموذجاً في الأداء وتلبية حقوق النزلاء وتقديم خدمات احترافية إذا ما قورنا بأوضاع السجون في كثير من دول العالم المتقدمة.